السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيب لكم مقطع جديد عن لعبة سبايدر مان مايلز موراليس. اليوم حنلعب اللعبة. طبعا اعرف اني قطعت طويل كل مرة اقطع واقطع واسحب واسحب، بس الحين ان شاء الله ما رح اسحب ان شاء الله. بس قبل ما نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتضغطوا لايك وتضغطوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد انزله. يلا نبدأ. طبعا بحط الصعوبة متوسط ويلا نبدأ. طبعا للأسف الجزء الأول أنا للأسف شفته، مو شفته يعني في اليوتيوب، لا دخلت أبا أنزل اللعبة، نزلتها قاعد إلا أوقف الفيديو أشوف إلا ولاقي صوتي ما هو موجود، كنت قاعد أحاول إني أرجعه، في النهاية رجعته. حكون عارف الجزئية الأولى، الباقي ماني عارفه، بس الحمد لله إنه ما كملت. راح اكون عارف. فعشان كذا انا بكون ساكت اغلب وقت. شكرا يا صاحبي. عفوا. ده جميل جدا. هساعدك. اوكي شكرا. تمام. طيب هتضيف سبايدر مان الجديد الولد؟ ممكن، بس الاصلي المفضل ليا. ايوه فاهم. صحيح، هو محل تاي قريب؟ ايوه، علامه صفرا عند المبنى، هتشوفها. شكرا، شغل حلو قوي. وسيب مساحه للعنكبوت الجديد، احتياطي. الموكب. تبدأ المغامرة. بسم الله. طبعا أنا أعرف ألعب. يلا بينا. لا تضطرب اني اعرف العب لانه انا يعني شعور حلو انك تشوف اللي هرب السنه اللي فاتت وهم راجعين للرعب. حلوه قوي. يعني لعبتها بس ما كان في صوت، وبعدين حليت المشكله. الحين بلعبها في صوت. تمام، انا قربت شويه وهوصل. هبلغ ماما اني هتاخر. اهلا يا ماما. ايوه، بس ما كانش فيه لبن بجوز الهند في المحل، هشوف في وسط البلد. شكرا، بس بلاش وسط البلد، اصل في موقف مساكين بخلي الطريق بشع على الاخر. ايوه، قرار سليم. اشوفك على العشاء يا ماما. ايه خبر؟ ازاي بيت شاطر في حوار الهويه السريه ده؟ الموضوع بيتعبني قوي. بالراحة، هساعد سبايدر مان يحمي موكب السجن الكبير. انت قدها، شهيق سفير. اهدى كده. بيت، انت هنا؟ بخطف لي كوباية قهوة على السريع. اوكي. ايه اخبار
اللي بتشربه. حلو، حلو جدا. تمام، يلا بينا. هيليكس 2 في طريقها بحمولة. علم يا هيليكس 2، شفناك. دي فعلا عملية كبيرة. أكيد، مئات المجرمين هربانين من الرفت من سنة، بس دلوقتي هنرجعهم. الشرطة أصلها مش مستعدة، خصوصا مش مع ضيف الشرف. في تشويش هنا. حد من اللي ساعد دوك أوك موجود هنا؟ غالبا ممكن يكون النسر أو العقرب، يمكن أضخم شوية. ماشي، عندنا مشكلة. استنى يا مايلز، كيف أتصرف؟ ما تقلق. مايلز لا، في أمان. بتغير مسارك مايلز. خلل في التوازن. بتطلع لي بيتر في السكتر. الدفع عطلانة. في تصادم. وقعت، مفيش اصابات، الشحنة اتأثرت. فريق الاستجابة ببعث، خليكوا ثابتين. بيت انا اسف، ما كانش قصدي. ما تقلقش، الموضوع في ايدينا، بس محتاجين نتصرف قبل. طب نعرف هنا مين هو؟ اهلا يا عناك راينو. تمام، لازم اسيطر، هتصرف. بيت مش هيثق فيا في مهمه زي دي تاني. شغل حلو يا ولد، شغل ابطال وحركات. يا شباب، ايه رايكم نستريح شويه ونتناقش عشان خاطري؟ لا تمام. انا مستمتع بده. شكلك غلبان. كيف ناكلنا هنا؟ بسرعة، لازم نهرب من هنا. مايلز، أحتاج مساعدة هنا. أنت فاضي؟ أنت متحمس لموسم من الأعياد ده زيادة يا ألكسي. جامده.
اوحش حاجه الهجوم من نشرات الاخبار. احنا محظوظين قوي. ها اوه يا خبر، حفله الشتاء فين؟ الموضوع بدا يبقى سيء فعلا. ما تبقاش سلبي، هنقدر نوقفه طول ما احنا ايد واحده. بالمناسبه ممكن تساعدني هنا شويه؟ ايوه هساعدك. تمام يا بيت، هتصرف. يلا بينا. واو ثانيه، مش هقول. امسك نفسك يا عنكبوت يا صغير. سبايدر مان انا محتاج مساعده صغيره. وانت يا بشير، انت كمان ما عندكش اي هوايات؟ ما تبقاش مدمرة. بحب اصطاد في نهر الفولجا. دي حاجة جميلة. السلطة على الحياة والموت. لا بتساعدني. لا يلا هلا هلا. شكرا. اسري بغلط بقولك. انت عارف انك بتخرب الكريسماس صح؟ اخر ست اعياد كريسماس انا كنت محبوس جوه السجن، وناوي استمتع باول عيد بره الفوتبول. ده تهديد. ضعيفه دي، ده تهديد ضعيف جدا. سهله برضه، ممكن نقول انه غبي. يا جونا شكلك بهرج جدا. تهديد ضعيف وخاين ومجنون مختل. اهلا ماما. ايوه لبن بجوز الهند، لسه بحاول الاقيه، اصلها مغامره نوعا ما. هو انت بتمشي؟ ايوه انا اسف، بحاول الحق القطر. حبيبي بلاش تقلق عليا، هات الحليب وتعالى بسرعه. ايوه يا ماما بحبك. انا كمان بحبك. ما ادري احس غلط كتير. لازم نوقفه. انا في الطريق. لازم ندمره بسرعة. تمام هنعمل ايه؟ يلا بينا نزود الحماس. وحش جدا. بيت انت كويس؟ لا لا انا كويس، هتصرف. انا جايلك، استعد. اوكي تمام. ممكن احتاج دي. ما تجيبوش ار بي جيهات في موكب مساجين بعد كده، او اقول لكم يا ريت ما تجيبوش ار بي جيهات خالص. امشي يا سبايدر مان، انت وخلاص الدنيا. يا باشا انا بحاول اساعدكم. اوكي خد لك انت وسط ثاني. انا ما ادري ايش بسوي بس ركزوا الضرب على المنصه، ناس كتير فوق. الرجاله دي
داخلين على الجسر. اضرب نار. ما ينفعش بيت يخسر، عمره ما بيخسر. اهزمكم بالحاجات دي. سبايدر مان تمام؟ بيت بيت ايوه بيت راينو اصحى 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 يا جدع سبايدر مان ده عطلان عاوز ابدله بواحد جديد ده شكله هايل جدا مايلز اخرج من هنا يا صاحبي ارجع ايه ده تجي عليه وانت بتستخدم كلمات اطول من تحطيم وتدمير حاجه مش متوقعه خالص انا متشوق اشوفك هو انا بعمل ايه بجد سواء الكهرباء او توجيه الاشاره انت تعيش بس شريكك يموت وانت بتستخدم كلمات اطول من تخطيط وتدمير حاجه مش متوقعه خالص كل اللي حواليك مش هسمح لك تأذي ناس تانية أنا متشوق أشوفك بتحاول يا صاير ما تستهدفش أصحابي بسم الله ابعد عني كهربا. انت مش هتوقفني انت دمرت نص المدينة مش فارق معاك انت اذيت ناس كتير النهاردة يا أليس زي مطاردة وهمية من هالشكل
ايوه كذا البطل لسه عايش تقريبا اوكي ايوه بسم الله مين دولي هذيكم شباب واو بجد واو سايمون كريجر رئيس قسم البحث والتطوير في روكسون فرصه سعيده وانت كمان اسف أوكي. تقريبا الكره بتاعتنا عندكم لا انت ساعدتنا لسه شارين المكان ده وكنا هنهدمه ونطوره بس انت سبقتنا بشكرك جدا انتوا الاثنين تقتلوا راينو لوحدكم انتوا جامدين قوي بقى شكرا بس هو لسه خطر احنا هنسلمه للشرطة انت عارف افتكرت الجنود الخارقين دول مبالغة لغاية ما حاجة زي دي تحصل او نداء الواجب مبسوط قوي اني قابلتكو مستقبل مشرق اهلا عنده حق هاي يلا نخرج ونخلي الشرطة تشوف شغلها بس ايوه تمام قوي ايوه كهرباء حيويه واو بكل صراحه عندي غيره لا بص انا ولا حاجه جنب الاصلي ممكن نكمل بكره تحليل بسيط للفولت ايوه معلش كنت هقول لك اني مش هقدر ابقى موجود لمده اسابيع أيوة. انت بتهزر يا بيت صح لا ام جي مسافره تبع البيوجل و طلبت أكون المصور بتاعها كأنها كده أجازة شغل لينا يا خبر اسمع ما افتكرش أني مستعد أطير لوحدي أنا بوظت الدنيا النهاردة قوي وقت الهليكوبتر بعد كده عملت شغل جامد وأنقذتني يا مايلز مجرد حظ هي أنا في الشغلانة دي من 8 سنين ومن غير دعم وصدقني بوظت الدنيا كتير قوي بس الواحد بيتعلم هو ايه ده؟ هدية كريسمس بس الاول لازم تأدي القسم طيب اقسم ان انا هبذل اقصى جهدي عشان المدينة دي اوعدك بس كده هو الوعد ده بجد؟ طبعا اكيد ده مش لعب عيال اشوفك قريب يا سبايدر مان سبايدر مان الوحيد في نيويورك أنا سبايدر مان الوحيد هنا أنا سبايدر مان الوحيد هنا بلاش تبوظ الدنيا The city late at night hit a pinnacle Shining on my brother for long But thought was on the game Didn't know the true form of pure evil's invisible So I keep a lot of vision Every night I try to reach you When I see you, see your eyes Don't let me catch you I won't waste any time Cause all I wanna know Okay الحين اروح لهذه واعلقك يا جنك ايه ده بجد راينو بتهزر ايوه انت فين المفروض تروح البيت صح ايوه مامتك فتحت وللاسف رميت ودلقت حالتي كلها على الارض دلوقتي انا في الحديقه بشم شويه هواء حلو قوي قابلني عند المدرج الروماني
محتاج اوري لك حاجه. ده ليه دعوه بشغل العناكب بتاعك؟ ارجوك قول لي ان معاك حته من ارن راينو مثلا. الصور اللي شفتها لمواجهتك ضده مش معقوله بجد. اكيد ليها دعوه بالعناكب، واكيد احسن من مجرد ارن. اوه بحب التشويق. انا وصلت. كيف في حركه انا بسويها؟ هي لا مو كذا. مش هتعود عليك وانت بتعمل كده. ايه ده؟ بص هدية كريسمس من سبايدر مان. افتحها. صاحبي البسها هغطي عليك. ما ادري كيف. ايه ما شفتش حد بيغير لبسه في سنترال بارك؟ طيب شكلي ايه كده؟ مايلز موراليس مبروك واهلا بيك لاول بدله خارقه لي. روح شمال المدينه عشان الجزء الثاني من الهديه. خذي الاول وده الشيء الثاني. اوكي دي بس نص الهدية. ايه النص التاني؟ هبقى اقول لما الاقيه. مدري كيف كان. اهلا بيكم في برنامج الحقيقة فقط. ايوه مع مذيعكم اللي مش بيقول غير الحقيقة. ايه بدلة بيت بتشغل برنامج جيمسون تلقائياً؟ الراجل كان بس خبر حزين يا مستمعين. الحدث الخيري بتاعي في الكريسماس اتلغى بسبب فوضى حراس ليليين لابسين أقنعة. أكيد في حاجة أحسن. أنا بسمع كلام زي الفل عن ده. أهلاً أنا ذلك هارت وده برنامج ذلكاست اللي بسلط فيه الضوء على الناس اللي بيسمعوا فرق حقيقي في بلدنا. موضوع النهاردة هو انتوا عارفين مثل مصر بالبورصة أو الكليات الاستثمارية أو ممكن الناس اللي بتخلي الفيديوهات على النت تشتغل تلقائياً. لا أكيد هنغطي حدث أب سبايدر مان على راينو. اشتراك ذلكاست برنامجي المفضل. حنكمل في الحلقة الجاية إن شاء الله. أنكم استمتعتوا لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان يجيكم كل جديد. ويلا سلام سلام.